التطبيقيه تعطينا الانتدابات ومع المرحله الثانيه بالنسبه للنواب والاسد بالارقام السيد الوزير والتوقيت. الاجازه التطبيقيه احنا وقت جينا الوزاره نلقوا ثم مشكله كبيره ثم شعبه احدثت على اساس يقع انتدابها كجزء من تجويد واصلاح التعليم، لكن هالشعبه التي احدثت يعني طبعا وقع الاستعداد بما يتعلق بالجوانب الاداريه فيها والجوانب البيداغوجيه وبالاشتراك بين وزارتي التربيه والتعليم العالي، لكن مع الاسف لم يوضع لها الاطار المالي، فحين تخرجت الدفعه الاولى سنه الفارطه وقع انتدابهم بين ظفرهم، مش انتداب، وقع يعني محاوله ادماجهم بعقود ورفضوها هم ودخلوا في تحركات احتجاجيه. والدفعة الثانية طبعا تخرجت السنة الفارطة، معناها عندنا دفعتين، الدفعة الأولى 2574 والدفعة الثانية 2620. احنا ما توصلنا إليه كما قلت بالتعاون بالاتفاق مع وزارة المالية وما برعاية رئيس الحكومة أن يقع إدماج الدفعة الأولى يعني دفعة 2019 ابتداء من سبتمبر القادم، يعني على أساس انتداب، يعني عام تعاقد وعام انتداب، وأن يقع التعاقد مع الدفعة الثانية في هذه السنة يعني سبتمبر 2020 على أساس أن يقع إدماجها أو تسوية وضعيتها في سبتمبر 2021، وأرجو أن اللي يجي بعدنا يواصل التعامل بنفس الكيفية مع الدفعتين القادمتين أو الدفعات القادمة، لأن احنا أبقينا على الشعبة بالاتفاق مع التعليم العالي لكن قللنا شوي من طاقة الاستيعاب، سنحافظ على هذه الشعبة كمدخل كما قلت لضخ دماء جديدة في التعليم ولإصلاح التعليم. إذن عندنا دفعتين، يفترض الآن دخلنا في التسوية، الدفعة الأولى تسوى وضعيتها بالإدماج هذه السنة بعد أن قضت عام تعاقد فيه كثير من المشاكل، والدفعة الثانية تقبل هذه السنة متعاقدة على أن تسوى أو تدمج السنة القادمة. شنو نوع البروتوكول الصحية اللي باش تعتمدوها باش تحميو التلامدة نتاعنا؟ خلينا في الانتدابات. نمشيو لمرحلة تطبيق الاتفاقية مع جامعة الجامعة العامة للتعليم الثانوي واللي تخص المعلمين النواب والأساتذة النواب. لا، عندنا اتفاقية مع الجامعة العامة للتعليم الابتدائي. التعليم الابتدائي فيما يخص تسوية 40% من نواب المرسمين في القائمة. الدفعة الالتزام هذا زاد سنوفي به أيضا، وطبعا اتفقنا مع وزارة المالية ومع رئيس الحكومة على وضع إطاره المالي، ويقدر عددهم تقريبا هذه السنة يعني الـ 40% يقدر عددهم بـ 2686، هذا باش يقع إدماجهم وتسويق وضعيتهم هذه السنة. بالنسبة للتعليم الثانوي، التعليم الثانوي برغم ما ثماش اتفاق سابق مع ثماش اتفاقيه معنا مع الجامعه العامه للتعليم الثانوي، لكن طبعا مشكله النواب ومشكله التشغيل الهش ثم 10%. لا، ثم نقطه في اللائحه المهنيه. ثم نقطه في اللائحه، اي طبعا قلت رغم انه ما ثماش اتفاق، لكن ثم الموضوع هذا موضوع تشغيل هش وموضوع تسويه وضعيه النواب، هذا مشغل مشترك يعني بين وزاره التربيه والجامعه العامه للتعليم الثانوي. ايضا ضمن خطه متدرجه ومقسطه على 4 أو 5 سنوات، الان او هذه السنه بدايه من سبتمبر سنسوي وضعيه 1000 استاذ نائب في التعليم الثانوي كمنطلق لتسويه وضعيه بقيه النواب على دفعات وبشكل تدريجي على سنوات. هذا فيما يخص معناها الاساتذه والمعلمين. حجم الموارد الماليه سيد الوزير؟ والله انا ما عنديش التقديرات الان، التقديرات الدقيقه. لا طبعا هذا كلام عنده كلفه الماليه، وطبعا كلام هذا صار في اتفاق الواقع وتوربه مع الوزاره في الوزاره على الاقل تنهبط لكم صوره للذكرى بيني وبين السيد وزير الماليه ونحن نمضي على هذا الاتفاق. يعني حسبنا في كلفه الماليه، طبعا التقنيين يحسبوا كلفه الماليه تاثيرها، شنو الفارق بين خاطر عندنا ناس متقاعده خرجت وناس داخله، شنو الفارق، وكل حسبناه منها. عندنا ايضا حاجيات وزارة التربية الملحة للعملة، عندنا مشكل حقيقي في العملة لدرجة عندنا يمكن أكثر من 400 مدرسة بدون عامل واحد. أيضا اتفقنا مع وزارة المالية ودائما برعاية رئاسة الحكومة أن يعني يقع تعويض وتسديد نسبة معتبرة من العملة أو من عدد العملة الذين خرجوا للتقاعد، واتفقنا على عدد لا يقل عن 500 عام. 6000 لحظة بالله، بقي موضوع كما قلت، موضوع أيضا يشغل الوزارة وهو موضوع المرشدين التطبيقيين وأعوان التأطير. أيضا عندنا حاجيات حقيقية في الوزارة، نسبة التأطير عندنا منخفضة،
واعوان المخابر زادها حاجيتنا لهم حقيقيه. والواقع حتى الجزء الموجود منهم اشتغل وتعب معانا في الفتره اللي فاتت. فايضا اتفقنا مع وزاره الماليه على ان يقع النظر وان يقع التدقيق في كيفيه تعزيز يعني الوزاره بعدد من المرشدين التطبيقيين واعوان التاطير. كما قلت سيقع الاتفاق عليه وعلى تفاصيله التقنية أنا في تقديري بين آخر الأسبوع وبداية الأسبوع القادم. هذا اللي نعتقد أنا كما قلت رأوا ثورة صغيرة في وزارة التربية ومنعطف حقيقي في وزارة التربية. إن شاء الله الثنية اللي بديناها اللي يجي بعدنا يحافظ عليها وما يضيعهاش. أستاذ وزير سيتم تلاميذ العودة المدرسية وبروتوكول الصحية اللجنة اللي باش تكونها لا لا هي تشتغل اللجنة تشتغل هي وزارة التربية في فترة الكورونا الفترة اللي فاتت قبل انطلاق الحجر الصحي عملنا مرصد احنا عملنا مرصد نوع من الخلية المركزية اللي عندها فروعها الجهوية للرصد واقتراح الحلول فيما يتعلق بالكورونا. هذه عودنا فعلناها الآن وقت لاحظنا أن ثم يعني عودة ربما إن شاء الله ما تكونش عودة بمعنى موجة ثانية أما لاحظنا عودة ما معناها الوباء هذا عودنا فعلناها الآلية اللي عملناها وعودنا فعلنا النقاش مع وزارة الصحة وتقريبا أمس صارت جلسة على أساس أن مع وزارة الصحة قبل انطلاق السنة الدراسية نكون اتفقنا في بروتوكول الصحي وإجراءات التوقي لأن كما قلت احنا نعاود نذكروا بها صحيح نحبوا أولادنا يقروا نحبوا تلامذتنا يقروا لكن قبل هذا نحبوهم بصحة وسلامة وعافية. أنا نذكر قلت لكم في نهاية السنة اللي فاتت أن المبدأ الأول عندنا هو الحفاظ على صحة التلامذة وعلى صحة المربين وكل العاملين. يعني تم برمجة مواد كما الكمامات والليجيل شفنا في المحلين فما مناطق وفما مدارس موصلهاش معي يا سيد الوزير وبالك بعودة لا 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 ما ثماش أولا ما ثماش مناطق موصلهاش سمحني في الوقت اللي رجعوا تلامذة احنا رجعوا تلامذة في مناسبتين رجعوا التلامذة لاستكمالك الشهر نتاع برنامج البكالوريا ورجعوا التلامذة باش يعدوا التاسعة والسادسة والبكالوريا. في هذا الوزارة هبطت بكل ثقلها بل أزعم أنها أنفقت بسخاء في توفير كل الحاجات اللي وعدنا به وفرناه وزيادة وعدنا به من أدوات قيس الحرارة اللي وعدنا به من التعقيم والجال ومواد التنظيف اللي وعدنا به من الكمامات اللي وعدنا به من التوقي والتباعد. راهو نعطيكم مثال بسيط راهو مراكز الاختبار في البكالوريا تزادت بنسبة الثلث. علاش؟ على خطر هبطنا بعدد التلامذة اللي عدوا من 18 أو 20 إلى 12 ليه ثم اعتمادات لحظة سمحني إلى, 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 إلى 12 إلى 12 وطبعا تعرفوا راهو تضاعف عندنا عدد المراقبين المربين اللي راقبوا زادونا أكثر من 20,000 مراقب. طبعا هذا فيه كلفة مادية وكلفة إدارية وغيرها لكن هذا كله يرخص قدام صحة أبنائنا. دونك مش صحيح على الأقل في الاستعدادات السابقة أننا قصرنا في شيء. في الاستعدادات القادمة وزارة التربية والبلاد عموما تخوض هذا الغمار مجددا وهي عندها تجربة طبعا. طبعا احنا في التجربة الأولى خذناها بدون تمرين سابق معناها لكن مع ذلك الحمد لله نجحنا. الآن ورانا في التجربة ورانا خبرة تراكمت الخبرة هيك اللي متراكمة والإمكانيات اللي موجودة عندنا الآن ستضاعف وستدعم لمواجهة لا قدر الله ما قد يطرأ عند بداية السنة الدراسية. طبعا مش وحدنا مع وزارة الصحة وزارة النقل وزارة الشؤون المحلية وزارة أخرى وزارة التربية نجمش تعمل كل شيء وحدها خاصة إذا نحكم مثلا على وضع وبائي هذا رهم البلاد كل. أما وزارة التربية لم تقصر واعتقادي أنها لن تقصر مستقبلا. سيد الوزير باش تبدأ العودة المدرسية بالانتدابات هذه وتسوية الوضعيات يظهر لي مانيش باش نحكيو على نقص في السادة ولا في المعلمين خصوصا أني سنة الفارطة فما مدارس شهر كامل ومازالوا ما فيهاش معلمين وأساتذة. هو راه في الحقيقة كان باش نحكوا على الحاجيات يعني باش ناخذوا راحتنا شوي في وزارة التربية لا حاجيتنا أعلى من هذا رأي. لكن وزارة التربية زادة وزارة مسؤولة تتصرف ضمن إمكانيات البلاد نعرف إمكانيات البلاد ما هيش معناها على ما يرام فنراعي ونبحث على الصيغ ويعني نتخير نوع من الذكاء العملي كيفاش نلبوا حاجياتنا من الموارد البشرية وما نأثروش برشا على الكلفة المالية لخاطر الوضع المالي نعرفوه مش سهل على الوزارة كل معناها. لكن اعتقادي أننا بهذه الاتفاقية مع وزارة المالية وبهذا التوجه الحكومي
ضمننا بإذن الله لوزارة التربية الحد الأدنى من الموارد البشرية لتنطلق سنة دراسية عادية. اللي فيه بنقص اللي تم